تحفيز وتعزيز الشباب الموسيقيين نحو المستقبل القريب لكي يضعوا أقدامهم على الطريق لاحتراف مهنة في حقل الموسيقى كعازفين محترفين أو كمدرسين في المجتمع العربي. تم التفكير بإعلان مسابقة الشباب العازفين على البيانو التي نظمها معهد المانيفيكات لتعليم الموسيقى والذي تديره حراسة الأراضي المقدسة وأنشأه ويديره الأب أرماندو بيروتشي. يعود الفضل إليه في رعاية المسابقة التي تقام اليوم للمرة 13 على التوالي. ترعى هذه المسابقة منذ عامين المؤسسة السويسرية أصدقاء المانيفيكات وأطلق عليها هذا الاسم راعي الاتحاد الهاليفاتيكي نيكولاوس دي لافلو. قامت المؤسسة بجمع إرث عائلة تافازاني من ترفيزو في إيطاليا ودعمت العائلة مسابقة العزف على البيانو لمدة 11 عاما وكانت تحت عنوان كارلو تافازاني. قام الشباب المشاركون في العرض والذين تم تقسيمهم بحسب الفئات العمرية وصعوبة المقطوعات الموسيقية قاموا بالعزف يومي 27 و28 كانون الثاني أمام لجنة مؤلفة من عازفين محترفين حضروا من إيطاليا وإسرائيل وترأسها الأب أرماندو. وفي ختام العرض قام الفائزون من كل فئة والفائزون بجوائز فرقة القديس جريس التابعة لمؤسسة قطان بالعزف أمام جمهور عام في قاعة دير المخلص بعد ظهر الأحد 29 كانون الثاني لذكرى جوزابينا زابيلي. خلال عام 2012 سيحصل العديد من المشاركين على فرصة للعزف في حفلات موسيقية داخل وخارج البلاد.